بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أرحب بكل إطارات وزارة الصناعة وكذلك السادة المتعاملين الاقتصاديين والأسرة الإعلامية الحاضرة معنا المرئية والمكتوبة، وهذا يدخل في إطار هذا اللقاء وهو المنح الأول لاعتمادات استيراد السيارات. أولا أرحب بكم في وزارة الصناعة بمناسبة الإعلان الرسمي عن منح أول اعتمادات وكلاء المركبات الجديدة تطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-2283 المؤرخ في 17 نوفمبر من سنة 2022، وذلك بعد منح ما يزيد 35 رخصة مسبقة للمتعاملين الراغبين في ممارسة هذا النشاط، علما أننا قمنا بتصريح في الأسبوع الماضي قلنا 27، ولكن بما أن اللجنة تشتغل يوميا اليوم وصلنا تقديم إلى 35 رخصة مسبقة للمتعاملين الراغبين في ممارسة هذا النشاط منذ تنصيب اللجنة التقنية متعددة القطاعات التي قام أعضاؤها ببذل مجهودات كبيرة ومهنية عالية في وقت قياسي مع احترام صارم للآجال القانونية، ولذا فهم يستحقون كل الشكر والتشجيع على مجهوداتهم. بالفعل هناك كانت متابعة مستمرة على منصة رقمية، كانت هناك شفافية تامة، ومن خلالكم أشكر كل أعضاء هذه اللجنة على المجهود المبذول. وكما تعلمون كل ملف يقدر يستغرق حوالي إلى 4 أيام 5 أيام وهم مشكورين، واليوم الحمد لله وصلنا إلى هذا العدد إلى 35 رخصة مسبقة يدخل في هذه الديناميكية. كما أن هذا التوجه الإيجابي ونهاية مرحلة الإنسداد في ملف المركبات التي دامت عدة سنوات جاء تنفيذا لتعليمات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في شقيها المتعلقين بالاستيراد والتصنيع، ومنها في الشق الأول فيما يخص الاستيراد بمقتضى تمكين المواطن من اقتناء سيارات جديدة ابتداء من شهر مارس، ونحن في أسبوعه الأول أين قام قطاع الصناعة بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل احترام الآجال التي تضمنتها توجيهات السيد رئيس الجمهورية على أن يكون الوكالة المعتمدين في الموعد لتوفير المركبات ابتداء من الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله، وهو الأمر الذي تم تأكيده من طرفهم وأنضم تأكدون الأمر هذا إن شاء الله. إن الاعتمادات الممنوحة اليوم للوكلاء جاءت بعد استقبال أول 3 طلبات للاعتماد بتاريخ 14 و16 فبراير الماضي، ليتم تسخير اللجان الولائية المختصة بمراقبة المنشآت وإرسال التقارير في الآجال المحددة قانونيا، بحيث تحصلت اللجنة التقنية على التقارير في أجالها. كما تعلمون هناك أجال فيما يخص الرخصة المسبقة والمدة القانونية هي شهر، وكذلك بالنفس بعد حصول الرخصة يقوم المتعامل بتقديم بعد حصول على الرخصة المسبقة قيامه بالاستثمارات المتعلقة بهذا النشاط يقوم بتقديم الاعتماد النهائي، وهناك كذلك هناك لجنة على مستوى الولايات أين توجد هذه المنشآت من أجل المعاينة والمراقبة وفق دفتر الشروط، وقد تم مراقبة هذه المنشآت للمتعاملين الحاضرين معنا وكانت على أساس الموافقة بتقارير إيجابية، وعلى إثر ذلك تم منح 3 آراء بالموافقة لمنح الاعتمادات للمتعاملين 3 الأوائل، وهم كالآتي: وكيل العلامة الإيطالية فيات لشركة فيات الجزائر، ثانيا وكيل علامة جاك الصينية لشركة إيميني أوتو وهي كذلك عريقة في هذا الميدان في وجودها في السوق الجزائري، والوكيل الثالث وهو الوكيل العلامة الألمانية أوبل لشركة حليل للتجارة والصناعة. كما أنه قد تم تسجيل 8 طلبات إلى حد، كنا نتكلموا في الأسبوع الماضي عن الطلبات، اليوم هناك 3 طلبات احتماد نهائية كذلك على مستوى المنصة الرقمية للحصول على الاعتمادات لمختلف أنواع المركبات، وهنا كي نقول من أنواع المركبات إما المتعلقة بالشاحنات أو الموتوسيكل الدراجات أو كذلك
السيارات أو الحافلات، والتي ستتم معالجتها بنفس الإجراءات التنظيمية من طرف اللجنة القطاعية، وسيتم الإعلان عن الوكلاء المعتمدين في أوانه في انتظار إيداع طلبات أخرى من طرف أولئك الذين تحصلوا على الرخصة المسبقة. كما تعلمون قدمنا حوالي 35 رخصة مسبقة، ذكال المتعاملين يقومون بالاستثمارات المتعلقة بنشاطهم، تحصلنا على طلب ثلاث متعاملين اقتصاديين واليوم راح يتحصلوا، وهناك ثمانية إن شاء الله على مستوى المنصة والتي سوف تدرس ابتداء من غدا إن شاء الله وفي الأسبوع القادم، وننتظر كذلك بالنسبة للبقية. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.